يعني ايه اللي بيخلي الطفل يقع في مشكلة اضطراب التوحد؟ بس خلينا نلفت النظر ان مفيش سبب او عامل نقول عليه هو قاطع بنسبة 100% ان هو ده السبب الرئيسي، لكن هنحط يعني في عين الدراسات بتقول الاعتبار ان دي كلها مثلا كل الابحاث احتمالات والدراسات. ايوه تمام كده، ما زالت تحت الدراسة، ولكن مفيش سبب رئيسي بيقول ان هو يعني ده هو ده السبب المسبب القاطع. تمام لوجود اضطراب في التوحد. تمام ايه هي الاسباب اللي ممكن نلقي عليها الضوء او نحطها في عين الاعتبار شوية؟ اللي هو العامل الوراثي اذا كان في خلل جيني. تمام، فاحنا ممكن نقول ايه، ايوه ده هو علشان خاطر في مشاكل وراثيه في العيله او في تاريخ العيله، ده في حصل كذا، ده علشان خاطر حصل في شخص في العيله حصل له توحد او اتصاب بالتوحد، ايوه ده ممكن نرجع ان العامل وراثي. لكن خلينا نقول ان اذا كان العامل الوراثي بنسبه في احتماليه بنسبه 12% ان ده السبب القاطع للتوحد، لا في بنسبه احتمال بنسبه 88% ان العامل يكون عامل بيئي او سبب بيئي. ليه؟ التلوثات والفيروسات اللي بقت بتصيب الاطفال. نخلي بالنا بقى للامهات وللاباء وللمحيطين الاصابات باطفالنا، الفيروسيه. مهم جدا. دايما بنتكلم عن سلوكياتنا والبيئة المحيطة بينا والعلاقات الاجتماعية وآثارها وتأثيرها على الناحية الصحية للإنسان وحتى أطفالنا. فالدكتورة بتقول حاجات مهمة جدا فيها علاقة بالبيئة وصحة البيئة وآثارها على صحة أولادنا.